بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. يعتبر الغوص على اللؤلؤ والصيد البحري من المهن القليلة التي ورثناها عن الأجداد، وتعدد أساليب الصيادين حسب قدرتهم المالية من القارب الصغير إلى السفينة الضخمة. ونتيجة لإقبال العربي في الخليج على السمك كغذاء عالي الجودة، فإن الاهتمام بالصيد البحري قد فرض نفسه، وتتم الاستفادة من الصيد كله، فما يصلح لغذاء الإنسان يتم استهلاكه، وما لا يصلح يغدو بروتيناً علفياً للدواجن أو سماداً مناسباً للأرض. لكن ما يؤثر في عملية الصيد نفسها إنما يأتي من مصادر أخرى وأهمها التسويق. وقبل كل ذلك تعالوا نرحل سوياً في هذه الرحلة لمشاهدة مراحل صيد السمك وتسويقه. عملياً بعد سحب الشباك يتم استعراض الأسماك، وبعدها تبدأ عملية الفرز على السفينة، فيتم انتخاب الأسماك الصالحة للغذاء بينما تعزل الأصناف غير الصالحة، ثم يجري غسل الأسماك الصالحة وتصنيفها حسب الوزن أو النوع أو الطول مع رص الأسماك المصنفة، ويتم خزن الصيد في ثلاجة السفينة. بعدها يصار إلى التخلص من المخلفات وتغسل الباخرة وتنظف، وهكذا يكون في الثلاجة أسماك مصنفة قابلة للتسويق وتحوز على رضا المستهلك، ويتم النقل بالشاحنات المبردة أو بالشاحنات العادية، لذلك لابد من المحافظة على شروط نقل السمك. أما التخزين فهو من طرق الحفاظ على الإنتاج السمكي حتى موعد استخدامه، ويكون إما لفترة قصيرة حيث تحفظ الأسماك مبردة لأسبوع، وإما يكون التخزين لفترة طويلة فيتم تجميد الأسماك في عنابر خاصة بها في حرارة 25 درجة تحت الصفر وربما لستة أشهر. يسوق السمك بأشكال عديدة، فالطازج منه يباع من الرصيف أو من المخزن أو في الجمعيات والمحلات المتخصصة وفي السوبر ماركت والأسواق، ويعرض في الواجهات أو على مصطبات البيع، وتتم عليه مزايلة علنية، ويباع السمك مبرداً أو جامداً. أما الأسماك المجمدة فهي المحفوظة في درجة حرارة ناقص 25 درجة مئوية، والأسماك المفرومة فإنها تحتاج إلى أنواع ذات أحجام خاصة تشفى وتخلص من زوائدها وأشواكها، ثم تفرم بإضافات معينة وتجهز للاستهلاك في المطاعم والفنادق. أما الأسماك غير الصالحة للاستهلاك فهذه لا يجب رميها، إذ يمكن تصنيعها كبودرة سمك مع المخلفات السمكية من رأس وذيول وعظام، وهي سلعة غالية الثمن لصلاحيتها كعلف للدواجن أو لاستخدامها في صناعة السماد الزراعي. هذا وتتنوع سبل الاستفادة من الصناعة السمكية، إلا أن جانباً بارزاً منها بدأ يأخذ نصيبه من الاهتمام، وهو المتعلق باستزراع الأسماك. وقد بدأت محاولات الاستزراع هذه على الشواطئ وعلى أراض تجاور مصادر المياه، لأن المزارع فيها تكون زهيدة التكاليف، إذ لا حاجة عندها لتغذية الأسماك عند سحب الماء من البحر أو النهر،
إلا أنها قليلة الإنتاج، فاتجه التفكير إلى وسائل جديدة. فمن خلال الزراعة المكثفة للأسماك تم البحث عن وسائل ناجحة، وأفضى ذلك إلى التحكم بدورة حياة السمكة من خلال أحواض زراعة مختلفة. وجاء ذلك من خلال اهتمام الجهات المختصة في الخليج بالبحث العلمي في مراكز متخصصة بتطوير الثروة السمكية وتقديم خبراتها للحكومات والمستثمرين على حد سواء. إن الطريقة التقليدية في مزارع تربية الأسماك والمتمثلة في المسطحات المائية تبدو قليلة المردود في البلدان الخليجية نتيجة قلة الأيدي العاملة المحلية، وعندما تستورد لها عمالة خارجية تغدو العملية غير مجزية. وهكذا تم التوجه إلى التكثيف في استزراع الأسماك. ونستطيع التوصل بالزراعة المكثفة للأسماك إلى مردود إنتاجي عالٍ عندما نستخدم ما تقدمه لنا نتائج البحوث العلمية، وذلك بالتزام عدة إجراءات، ومنها تقديم الغذاء الجيد والملائم للسمك المزروع وجعل الأحواض توفر البيئة المناسبة والتخلص من الفضلات. هذا وتنقسم الزراعة إلى نوعين، أولها الزراعة داخل البحر، وتكون من خلال تثبيت شباك على القاع أو تعليقها بأدوات طفو بحيث تنتقل الأسماك الصغيرة في المفاقس لتسمينها. إن الزراعة داخل البحر توفر بيئة طبيعية للأسماك. أما النوع الثاني من المزارع فإنه يقام على اليابسة، وتستخدم فيه أحواض ترابية أو إسمنتية تختلف في شكلها وتختلف في أساليب ورود الماء إليها. أما الإسمنتية والبلاستيكية فهي تناسب أي مكان لأنها خفيفة الوزن قليلة التكاليف. ومن لوازم هذه المزارع وسائل التدفئة وأجهزة قياس الملوحة والحموضة وغير ذلك. ويهتم مزارع السمك بالملاحظة اليومية للسلوك السمكي، ويفحص عينات عشوائية من الأعمار المختلفة، كما يستخدم أدوية وقائية، وكل ذلك في سبيل الوقاية من الأمراض، وأن يعتني بجودة المياه وينظف الأحواض باستمرار. إن الثروة السمكية وخاصة عملية الاستزراع تبدو استثمارا ماليا مضمونا، فإقبال المستهلك الخليجي على المنتجات السمكية بأنواعها تؤكده أرقام الاستهلاك المنزلية. إن هذه الصناعة تستحق كل دعم وتشجيع من الجهات المختصة ومن الباحثين عن استثمار الصيد في الخليج العربي، وذلك لتأمين فرص متقدمة لدعم استراتيجية الأمن الغذائي.